صحبة أبي بكر في الغار للنبي صلى الله عليه وآله حاجة كويسة أو حاجة وحشة؟ إن الله تعالى قال أمرا ليس له ربط بمقصودهم ولا دلالة له على مرادهم أبدا، ولكن مع ذلك تجدهم رفعوه علما وصوتا وراية على رؤوس العالمين، وذلك في آية الغار. يقول الله تعالى في الآية القرآنية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سورة التوبة الآية رقم 40. فهم من 1400 سنة يقرؤون العالم بكلمة صاحبي، والحال إنها ليست مكرمة أو فضيلة، فإن المؤمن قد يصحب الفاسق والفاسق يصحب المؤمن، هذه ليست فضيلة، فإن الصحبة بما هي هي لا هي دليل خير ولا هي دليل شر. قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت؟ سورة الكهف الآية رقم 37. والله يقول: وهو معكم أينما كنتم؟ سورة الحديد الآية رقم 4. فإن معية الله هي لكل شيء، للفاسق والمؤمن وللحيوان وللجماد وللنبات ولكل الأشياء. والله كان مع نمرود ومع فرعون ومع هامان ومع قارون، فإنهم لم يكونوا غائبين عن الله تعالى، بل كان معهم حيثما كانوا وأينما كانوا، كما هو مع كل شيء وقبله وبعده. إذن هذه ليست فضيلة. ثانيا، إن الآية تنادي بصوت عالي بأنها ليست فضيلة، بل هذه المعية رذيلة. وأية رذيلة؟ لاحظوا قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، ولم يقل عليهما، أي أنزل الله سكينته على أحدهما وليس على الاثنين. ونسأل: نزلت السكينة على من منهما؟ وهذا واضح إلا إذا كنت تفضل ذاك الرجل على رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله، فأنزل الله سكينته عليه وليس عليهما. ولاحظوا أيضا إن الله تعالى في البداية يقول ثاني اثنين، فيؤكد مفهوم الاثنينية، لكن يرجع الضمير إلى أحدهما فقط، فالضمير أصبح مفردا سواء في أنزل سكينته حيث خصه رسول الله صلى الله عليه وآله فأنزل الله سكينته عليه، أم في التأييد وأيده بجنود لم تروها. ولاحظوا مرة أخرى المفارقة، فإن الله تعالى يؤكد أنهما اثنان، وإذ يقول لصاحبي، ومع ذلك يحصل السكينة على أحدهما فقط ويحصل التأييد بأحدهما فقط، وبذلك تظهر مذمة هذا الصاحب بشكل واضح جلي، ومع ذلك يقولون هذه فضيلة لأبي بكر. وأية فضيلة؟ هذا صلى الله على محمد وآله الطاهرين.